الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزير المالية لمتابعة الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الأدنى للأجور. الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزيري الكهرباء والبترول لمتابعة سير المشروعات التي ينفذها القطاعان. انتشار أمني مكثف بكافة أنحاء الجمهورية وتكثيف الخدمات بالمنشآت الحيوية استعدادا لأعياد الميلاد المجيد. السابعة مساء في القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بحضور السيد أحمد كاجواك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد الانتهاء من تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بالدولة نهاية شهر نوفمبر المنقضي، وذلك بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الحالي في الأول من يوليو 2019. ووجه الرئيس السيسي بتكثيف الجهود الجارية وضغط البرنامج الزمني لتطوير المنظومة الضريبية، مشددا سيادته على تعميم الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة، بما يسهم في إرساء العدالة الضريبية ومكافحة التهرب وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز المستثمرين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الحكومة ووزيري الكهرباء والبترول، وتناول الاجتماع محاور استراتيجية وزارة البترول، وكذلك متابعة سير المشروعات التابعة لوزارة الكهرباء وتطوير منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية. ووجه السيد الرئيس بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة. وقام وزير البترول باستعراض استراتيجية الوزارة في إطار سياسة الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. كما وجه السيد الرئيس بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، لا سيما في محافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى في تلبية احتياجات مصر التنموية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة وتنويع مصادرها، مع زيادة الاعتماد على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. كثفت مديريات الأمن انتشارها الأمنية بمختلف المحافظات تفعيلا للخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة وتكثيف الخدمات بالمنشآت الحيوية والهامة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات، وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، وذلك باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. اقتربت احتفالات عيد الميلاد المجيد، ومع ارتفاع ترانيم الميلاد وبهجة العيد، اتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير والإجراءات الأمنية استعدادا لهذه الاحتفالات من خلال خطة أمنية محكمة تشارك في تنفيذها كافة قطاعات وزارة الداخلية لبسط مظلة من الأمان وبث الطمأنينة في نفوس المحتفلين أو المهنئين.
انتشار أمني مكثف بالمحاور الرئيسية والشوارع والميادين من خلال الأقوال الأمنية التي تتحرك باستمرار للتعامل مع أي خروج على القانون. الخطة الأمنية الموضوعة شملت أيضا الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية ونقاط لملاحظة الحالة الأمنية، إضافة إلى خدمات مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية الرابطة بين المحافظات وداخل المدن وبنطاق دور العبادة لتحقيق الانسيابية المرورية ومنع التكدسات وعمل التحويلات المرورية اللازمة. كما تمركزت الأكمنة الثابتة والمتحركة أمام المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة للحفاظ على الأمن والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير الأجواء الاحتفالية من خلال تزويدها بعناصر شرطية ذات كفاءة تدريبية عالية مدربة على التعامل السريع مع المستجدات الأمنية وتزويدها بالمعدات والتجهيزات اللازمة لذلك مع الحفاظ على أمنها. كما تم الدفع بخدمات بحثية مع الاستعانة بعناصر من الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة مع عناصر من الحماية المدنية ورجال المفرقعات لإجراء عمليات تمشيط وتفتيش مستمر بمحيط المنشآت لتحقيق الأمن والأمان والطمأنينة وتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفالات في ظل التزام الجميع بتعليمات الأمن وتعاون المواطنين مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان. كان هذا موجز السابعة مساء من تلفزيون النهار، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.